في أصوات اللي بيطلع صوت راح يقص لسانه. 3-2-1 غمضي عيونك على عينك البط واسترخي واجلسي في مكان هادئ. تخيلي انك وسط صحراء مليئة بالغابات والأمواج اللي تغطي على الطحالب الثعبانية. ثم يأتي فارس الأحلام راكبا الحصان ويسير. تركك 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 اجري بيه، قولي له تعال تعال، وجودي لك هو الأمان، تعال يا ابن الحلال أشبعك دلال. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من تلثوميات مع تلثم. خلكم معاي واسمعوا نداي، الآن انتو حذاي تطيرون في سماي لأن راحتكم معاي. بطل الباب، يلا يلا برا برا. 3-2-1 كل إنسان يمر بفترة من الحزن والحالة النفسية السلبية، ويختلف التعامل مع هالحالة من شخص إلى آخر. اندلعت مؤخرا، حلوة هذه اندلعت صح؟ فديت الباب، ليتني بابي تبطل. ازداد مؤخرا فلاسفة العلاج النفسي، كل واحد حاط له قناة في السوشيال ميديا ويتكلم عن علاج الأمراض النفسية. واحدة تقول شبي مرامية ونامي، وواحدة تقول حطي ثوم عند راسك يطرد الطاقة السلبية. والله لو حاطة عند راسك ثوم ونايمة بالفرن أبرك. هذا غير الفطاحلة اللي مو قادرين يفصلون بين العلم الحقيقي وتجاربهم الشخصية اللي تمرمروا فيها. يعني يطلع واحد غافته زوجته يقط كل البلع للنساء، والعكس صحيحا. امبي هذا شو اللي صار؟ عشان تعرفون ان في حسد علي. والثاني متعقد من الزواج يدعو الناس للعزوف عن الزواج. احنا نبي نتزوج يا اخي، مو حاصل لنا حاليا، بس نبي نجرب ونتمرمر بعدين نعزف. يا ربي كيف دعا راحتنا. وتي وحدة تقول لكم غمضوا عيونكم وتخيلوا شريك الحياة قادم وراح يقدم. عيست وانا تخيل ما قدمت لي غير المشاكل والمصايب. يحوشك اكتئاب تروح حق واحد من هالفلاسفة على طول يحط لك لسة أدوية. مع 70 دواء مضاد اكتئاب، زين حط لي خطط بديلة بعدين عطني الأدوية. لا بس يبي يفتك، وسعر الجلسة سعر تذكرة حق منو أكو. وين قاعد إحنا؟ التأمل راحة وجمال وعملية تنفسية علاجية مفيدة، لكن شوهوها. الحين بعد هابين هبة بالسوشيال ميديا بالهذا السينما تمان ما أدري شو اسمه، يقول لكم غمضوا عيونكم وتخيلوا إنكم عطيتوا عدوكم شعلة واحترق عشان تفعلون الانتقام. يا جماعة نفسيات الناس أمانة برقابنا، لا ندمرها كما دمرها الآخرون، فلنحافظ عليها وهذا اللي نبي. كات. الحين كلكم غمضوا عينكم وتخيلوا ان في فلوس تمطر من السماء حقكم. تدرون هذه شنو؟ هذه معاشاتكم واجوركم نظير عملكم معاي. هذا طل اذا عطوكم فلوس. بعض الناس هذا معاشهم مال الدوام. كلام لك يا جاره. انا ما اقدر احرك الايد، عندي سوشيال ميديا. اخر شيء رايحين يمشون في الافنيو، يبوا لي شيء زي من الافنيو. لا لا لا، مسيره مسيره، ما استفدنا شيء من هالمسائر يا جماعه غير هالفومات وتكفخ البولات بالونات بالونات. من قلت لك جلد وانا ايش فيه؟ مخي ما ادري ايش فيه، والعياذ بالله. هذاك اليوم والله وحده عطتني خوش دواء حق النفسيه، نمت 7 ايام ما ادري شنو صار بالزمن، 7 ايام نايمه. تقول هذا زين حق النفسيه، ما عطتني منوم الله ياخذها. خذاها الله معاذ، خذاك الله مع ذكراه والغايب وراس المال. تذكر يوم جاورني وساورني مع المحال والترحال والغايب. كات.